أرحب بضيفي من الرباط الدكتور أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة محمد الخامس، وأيضا معنا ضيفنا من مدينة العيون الدكتور مولاي أبو بكر الحمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع الدكتور أحمد. دكتور أحمد، اليوم الأول من الانتخابات النيابية والبلدية، كيف يمكن أن تقيم هذا اليوم من ناحية الإقبال على الانتخابات، المزاج السياسي والشعبي؟ نعم، أنا أعتقد بأنه هذا أهم رهان، هو هل يمكن لهذا اليوم أن يشكل نوع من مصالحة الناخبين ومصالحة ما يزيد على 17 مليون ناخب مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية مع صناديق الاقتراع، بالنظر إلى أن موضوع المشاركة وموضوع العزوف الانتخابي، ولا أقول العزوف السياسي، هو من الظواهر الأكثر تسجيلا في الانتخابات المغربية في 20 سنة الأخيرة، وربما حتى في بلدان أخرى. ولذلك أعتبر بأنه في قلب هذه الانتخابات التي تجري أطوارها اليوم، موضوع المشاركة الانتخابية سيكون رهان حقيقي للطبقة السياسية وللفاعلين وللأحزاب السياسية. وأعتقد بأنه الطبقة السياسية كانت يعني تتوقع هذه المسألة، وكانت يعني تدرك أهمية حجم المشاركة بالنظر للظروف التي تنظم فيها هذه الانتخابات، وبالنظر للإجراءات المصاحبة لتنظيم هذه الانتخابات المتعلقة بجائحة كورونا. ولذلك قامت ببعض الاحترازات، يبدو من أبرزها هو تنظيم انتخابات الجماعات الترابية ومجلس النواب في يوم واحد. ربما هذا يعني الالتقاء بين تنظيم انتخابات الجماعات الترابية ومجلس النواب قد يعطي دفعة نوعية ربما للمشاركة الانتخابية. لماذا؟ لأن عادة أن انتخابات المجالس الجماعات الترابية منسوب التعبئة يكون فيها كبير جدا بالنظر لعدد لكثرة عدد المرشحين، تقريبا 157 ألف يعني مرشح، مقارنة بمجلس النواب الذي يكون فيه العدد محدود. ولذلك كان هناك تخوف من أن نسبة المشاركة في مجلس النواب ستكون محدودة، ولذلك وقع الاستنجاد بالانتخابات المحلية، لعلها قد تشكل ذلك الترياق الذي يمكن أن يجنب المغرب أزمة عزوف وأزمة مشاركة مثل ما حدث في آخر مرة في 2007، حيث نزلت نسبة المشاركة على 40%. نعم دكتور الحمداني، أهلا وسهلا بك من جديد. هل تتفق مع الفكرة القائلة بدمج الانتخابات النيابية والبلدية في يوم واحد لرفع نسبة الناخبين، أو إحداث المصالحة كما يقول الدكتور أحمد بين الناخبين وصندوق الاقتراع؟ مساء النور سيدي، مساء النور لكل مشاهدات ومشاهدي قناة الغد في كل مكان، وسعيد أن أكون ضيفا بهذه القناة الكريمة. لابد من التوضيح على أن هذه الاستحقاقات التي تجرى في المغرب لأول مرة في تاريخ المملكة المغربية في يوم واحد، استحقاقات جماعية وجهوية وأيضا تشريعية تجرى في يوم واحد، هي نوع من التمرين الديمقراطي الذي يمارس بالمغرب من أجل أولا ترشيد الإنفاق الانتخابي على الحملات الانتخابية، أيضا وخاصة أننا نعيش في ظل تداعيات كورونا وجائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى أيضا الأوضاع الاجتماعية، وبالتالي التقليل من تكاليف وكلفة الحملة الانتخابية سيصب في هذا الشأن، لأن كلفة الانتخابات هي تكون من الميزانية العامة للدولة. طبعا هذا لا ينفي على أن إجراء استحقاقات من هذا الحجم في يوم واحد هو سيشجع ويوسع من قاعدة المشاركة السياسية للفئات، خاصة أنه وردت مجموعة من التدابير والضمانات القانونية في النظام الانتخابي التي جرى التوافق عليها ما بين الفرقاء السياسيين والأحزاب والإدارة الانتخابية، حيث شهدت هذه الانتخابات تعديلات مهمة همت قوانين مجلس النواب وانتخاب مجلس الجماعات وأيضا انتخاب مجلس المستشارين وقانون الأحزاب. كل هذه التعديلات كانت تصب في توسيع
هامش المشاركة عبر تعزيز ضمانات حماية العملية التنافسية للانتخابات وإجرائها بشكل تنافسي يشجع على المشاركة، لأن أسباب العزوف في الانتخابات السابقة هو اليأس لدى المواطنين من العديد من الممارسات التي كانت تمارس من قبيل التأثير المال السياسي، كما هو في شأن في العديد بلدان الدول العربية. صحيح. تأثير عوامل أخرى كالقبيلة وبعض الأمور الأخرى كانت كلها بعض المؤشرات التي لا تشجع على انخراط النخب وعلى انخراط الكفاءات في العملية الانتخابية. إلا أن عندما يحيط الإطار القانوني والمنظومة القانونية تحيط العملية الانتخابية بمجموعة من الضمانات وتكفل حتى يعني مشاركة كبيرة للقضاء في أن يراقب بشكل مستقل هذه الاستحقاقات، ربما يشجع. دكتور الحمداني، دعني أتوقف معك عند هذه النقطة. تشريحا، أيا كانت التغييرات في قواعد الانتخابات أو المشاركة أو الإشراف، هي لن تغير رغبات الناخبين إذا ما أراد الانتخاب، انتخاب هذا الطرف أو ذاك. هل تعتقد أن الصورة السياسية، الحاجة الشعبية واضحة عند الناخب المغربي الآن ليختار وفق المصالح، أم هو سيبقى أسيرا لعملية انتخاب تقليدية تخضع للقبيلة والعرق والأيديولوجيا؟ بالعكس، أعتقد أن المغرب في الآونة الأخيرة وبعد مشاورات، وكما تعلمون ويعلم المشاهدون على أنه أجريت مشاورات كبيرة من أجل إرساء نموذج تنموي جديد في المغرب. هذا النموذج سينجم عنه ميثاق وطني للتنمية. هذا الميثاق يحمل آفاق وانتظارات كبيرة للمواطنين، وفي مقابل ذلك هناك مشروع ملكي هام ويهم التغطية، تعميم التغطية الاجتماعية لكافة المئات. أكثر من 22 مليون مغربي سيتمتعون بالتأمين الصحي وبخدمات صحية لائقة. إذن أيضا سيتم التعويض عن البطالة، سيتم التعويض عن الشيخوخة وأمراض الشيخوخة، سيتم كفالة الأطفال ضمن مسألة التعويضات العائلية. كل هذا المشروع للتغطية الاجتماعية، إلى جانب أن يكون المغرب منافسا على الصعيد القاري قطبا ماليا ومنافسا على مستوى التنافسية والطاقة الخضراء، كل هذه التطلعات كلها تطلعات للمواطنين في مغرب أفضل. وبالتالي أعتقد أنه هذا يتطلب نخبة حقيقية تفرزها صناديق الانتخاب لمسايرة هذه المشاريع الكبرى المهيكلة التي سيقبل عليها المغرب لاحقا. نعم دكتور أحمد، في هذه النقطة، تغيير قواعد إجراء الانتخابات، قيل إنها في الأساس ستمكن الأحزاب الجديدة والصغيرة وربما تسحب البساط من تحت الأحزاب الكبيرة، خصوصا حزب العدالة والتنمية. هل الواقع يتطابق مع هذه الرؤية، مع هذا الهدف، خصوصا أن حزب العدالة والتنمية ينظر إلى هذه التغييرات على أنها استهداف له ولجماهيره؟ بداية لابد أن يعني أوضح بأنني أنا لست متأكد من أن تغيير النظام الانتخابي سوف يخدم قضية المشاركة الانتخابية. ربما يمكن أن نفترض العكس، وهذا أطرحه مجرد تخمين ومجرد سؤال، لأن احتساب أصوات الناخبين الذين لن يشاركوا في العملية الانتخابية ربما قد يجعل الناس يتساءلون، بما أن أصواتهم ستحتسب في العملية الانتخابية، فلماذا سيذهبون إلى صناديق الاقتراع؟ فهذا مجرد سؤال ومجرد تخمين يجب أن نطرحه، في ارتباط أيضا بموضوع القاسم الانتخابي والنقاش الذي طرحه. وبالمناسبة، عادة القوانين الانتخابية أو النظام الانتخابي كان يمر في البرلمان بالتوافق بين الطبقة السياسية، فالقوانين الانتخابية كانت تمر بقراءة واحدة في البرلمان، وكان يحصل توافق بين الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية اللي هي وزارة الداخلية وبين الفرقاء السياسيين حتى قبل اللجوء إلى البرلمان. لأول مرة ربما يحدث في المغرب هذا الاصطدام حول النظام الانتخابي الذي شاهدناه في البرلمان، ونلجأ إلى تصويت ونلجأ إلى تعبئات الطرف المؤيد والطرف المعارض، مما يعكس بأن هناك تخوفات وهناك احترازات حول الخلفيات الحقيقية الكتاوية وراء هذا تغيير النظام الانتخابي، وخاصة موضوع القاسم الانتخابي. مؤكد أن القاسم الانتخابي، أو بالنظر إلى القاسم الانتخابي، أن
أن النتائج التي حصلت عليها الأحزاب الأولى في 2016 لن تحصل عليها الآن. القاسم الانتخابي بالطريقة التي كان يحتسب بها سابقا وهي الطريقة المعمول بها في جميع البلدان كان يسمح لحزب مثل عدالة وتنمية وبدرجة أقل حزب الأصالة والمعاصرة بأن يحصل على أكثر من مقعد في دائرة انتخابية. أعتقد بأن هذه المسألة أصبحت متعذرة الآن في الدوائر الانتخابية ولم يعد من الممكن لحزب واحد أن يحصل على أكثر من مقعد. ولذلك ليس سرا ولا أعتقد بأن أحدا آخر سيقول العكس إذا قلت بأن القاسم الانتخابي قبل إجراء الانتخابات أفقد حزب العدالة والتنمية نسبة مهمة جدا من المقاعد قد تصل إلى 30 حتى 35 مقعد. ولذلك أعتبر بأنه هذا التعديلات والتغييرات التي حصلت على القاسم الانتخابي سيكون لها انعكاس على مخرجات العملية الانتخابية وعلى اصطفافات وعلى تموقعات وعلى نتائج يعني الانتخابات. وهنا لا أريد أن أعتبر بأنه إذا كانت مثلا هناك هزيمة للعدالة والتنمية يعني هي مرتبطة فقط بالقاسم الانتخابي. هناك عوامل أخرى ربما قد تتدخل وربما قد تلعب يعني دورها في يعني طبيعة النتائج التي ستتمخض عن صناديق الاقتراع بعد السابعة من هذا اليوم. ولعل من أبرزها هو تنظيم الانتخابات الجماعات الترابية ومجلس النواب في يوم واحد. هذه واضحة. دعني أشرك معنا لو سمح دكتور أحمد وانتخابات الدكتور الحمداني. نعم دكتور الحمداني، هنا ما هي العوامل التي تعتقد يمكن أن تغير من ميول الناخبين؟ كم تعتقد مثلا أن كورونا قد حرمت من اللقاءات المباشرة بين المرشحين والجمهور؟ وتعرف بالنسبة للأحزاب خصوصا الإسلامية هي ماهرة في الخطابة الحماسية والتأثير النفسي في الجمهور وبالتالي استمالتهم. هنا كورونا كم أثرت على هذا الموضوع؟ قطعت التواصل وأكلت من رصيد هؤلاء. كورونا هي على جميع الأحزاب، لا أعتقد أنها هي تختص كما هو الشأن بالقاسم الانتخابي يختص حزبا دون حزب. أعتقد أن قراءة أن هذا القاسم الانتخابي لن يحزب أحزابا بعينها، هذا القاسم هو لا يطبق في شأن حزب واترك حزبا آخر، هذا القاسم مطبق على الجميع ويجب أن يخلص الجميع على أنه هناك أيضا من كان نمط الاقتراع السابق الاقتراع الفردي يخدمه، وعندما غير بانتخاب بالاقتراع باللائحة أصبح هذا الاقتراع لا يخدمه في مرحلة المراحل، خاصة الأحزاب التي كانت تراهن على الاقتراع الفردي في المجال القروي، وهذا واضح. إذا تغيير نمط الاقتراع هو لا يتوجه بالضرورة إلى حزب دون آخر على أساس أنه موجه للجميع، وعلى الجميع أن يرضى بهذا النمط وأن يكيف آليات التعبئة وفق هذا نمط الاقتراع. وأعتقد أن حزب العدالة والتنمية وغيره من هذه الأحزاب كيفت نفسها مع هذا المعطى الجديد. كيف ما هي آلية التكيف دكتور في لوائح أخرى حتى يدعموا هذا؟ من بينها ترشيح اللامنتمون والمستقلين، وهذا ترشيح خارج الأحزاب ولكنه سيصب في النهاية لصالح الحزب الذي تضرر من هذا القاسم الانتخابي. أيضا جائحة كورونا هي لم تؤثر بشكل كبير ربما في الأحزاب الإسلامية، لأنه في المغرب اليوم أعتقد أن نسبة الذين يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك نسبة كبيرة من الشباب والشيوخ وحتى تطبيق واتساب، وهذه التطبيقات استعملت بشكل كبير ومكثف في اللايفات المباشرة لتغطية الحملات الانتخابية، تغطية المهرجانات الانتخابية، إعطاء الكلمات، وكان لها فعلا صدى لدى المواطنين، وكان تفاعل كبير داخل وسائل التواصل الاجتماعي. إذن حتى في وهذا هو المعطى الذي تكيفنا معه طيلة كورونا، حيث لجأنا دائما إلى الوسائل الافتراضية للتعليم عن بعد. واضحة تماما. دكتور أحمد، على ذكر وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم المرشحون وسائل التواصل الاجتماعي ساحة للمبارزة وتبادل التهم الفساد وشراء الأصوات، وخير دليل ما حدث بين بن كيران وأخنوش. هنا كم يحضر هذا الشبح، شبح الفوضى، التنابز على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا التسخين على المنصات الاجتماعية، كم يحضر في صناديق الاقتراع لحظة اختيار الناخب؟ أنا أعتقد هذا الرهان على الإعلام الرقمي أو وسائل التواصل الاجتماعي
لم يكن اختيارا مبدئيا أو اختيارا استراتيجيا للأحزاب السياسية، فهي فرضته هذه الظروف التي تجري فيها الانتخابات والإجراءات المرتبطة بالأمن الصحي. ولذلك الأحزاب حاولت أن تبحث عن بدائل عن الوسائل التقليدية التي كانت يعني تؤتت فضاء التنافس الانتخابي والعملية الانتخابية، وهي التجمعات الكبرى وهي الاتصال المباشر بين المرشحين وبين الناخبين. ولذلك الأحزاب لم يكن لها يعني بد من الرهان على الوسائل الرقمية، وإن كان هذا قد أبرز نوع من التفاوت بين أحزاب وأحزاب أخرى، لأنه صب في لصالح الأحزاب الكبرى ولصالح حزب معين بالذات الذي له الإمكانيات يعني التي تجعله يستثمر أكثر في هذا المجال. إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الرهان وهذا الاستثمار في المعطى الرقمي محددا وحاسما في العملية الانتخابية؟ ربما من السابق لأوانه لكي نخمن يعني درجة تأثير مثل هذا يعني اللجوء إلى هذه الوسائل، وإلى أي حد أن هذه الوسائل ستفعل فعلها سيكون حضورها أقوى. شكرا. في يعني ميول الناخبين وفي تحديد مزاج المصوتين مقارنة بالوسائل التقليدية التي ذكرها ضيفك الكريم المتعلقة بمثلا الارتباطات العائلية. نعم. الارتباطات الخدماتية، ارتباطات الزبونية، وحتى وصلت الفكرة يعني القبلية، وإن كانت هذه الوسائل التقليدية قد ظلت منحصرة في مكان في أماكن محددة. من الرباط الدكتور أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة محمد الخامس، وشكرا أيضا إلى ضيفنا في مدينة العيون الدكتور مولاي أبو بكر الحمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية. شكرا جزيلا لكما.